السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأصدقاء والصديقات من ولاد عياد إقليم الفقيه بن صالح. تندخلوا الاحتجاج قدام باشويات ولاد عياد إقليم الفقيه بن صالح. هذه المجموعة ولا هاد الناس اللي تتشوفوا في هذا المشهد الاحتجاجي هم النقابة ديال الفلاحين المتضررين من العمل ديال السكر نتيجة إتلاف ديال المنتوج ديالهم وعدم التعويض. قبل هذا الشكل كان شكل نهار 16/3 اللي تقمعوا فيه الناس بدون موجب حق من طرف المسؤولين هنا بالبلاد. واليوم كاينه وقفه احتجاجيه على هاد تتستنكر هاد التدخل الهمجي اللي طرا في ولاد عياد نهار 16/3 مع الفلاحين ديال ولاد عياد. اليوم تندخلوا معاكم باش نوريوكم ان ولاد عياد وهاد النقابه انها حاضره في الاحتجاج، وهذه ممارسه اليوم حنا فرحانين بها، وهذا عرس نضالي حقيقي يعني البدايه اللي شاهدناه اليوم في ولاد عياد. هانتوما تتشوفوا بان هاد الناس وفوا بالالتزام ديالهم ونزلوا للمعركه على اساس يحتجوا على هذه الممارسات اللي ما تبغيناهاش بلادنا المغرب، وهي قمع الساكنه، يعني حتى شي واحد في هذه البلاد ما بقى تيتصنت المشاكل ديالها والقضايا ديالها اللي كاين، وهو ان كاين العصا، كاين الزروطه، كاين المواجهه اللي ما بصالحش هذه المدينه هذه. والمدينه بالتاريخ ديالها كلها دازت الامور مسالمه، وكان تعاطي مع هذه المشكلات والقضايا اللي كانت حاضره في البلاد، كان تعاطي اللي فيه مقاربات اللي نقدروا نتفاعلوا معها. اليوم تنحيوا هاد الاخوان الفلاحين ضد اللي جسدوا وقفوا مع ضد لوزين، ضد الغولد لوزين، للتذكير ان معمل السكر ولاد عياد كوزيمار دار شاربونات اللي هما كبار، وكاين حركه في ولاد عياد اللي مأججه، يعني ان بيئيا ان الوضع في ولاد عياد اصبح قاتما. هذا القمع اللي تعرضوا له الاخوان نهار 16 كان نتيجه ان هذا الغول هذا خايف، يعني قتل لنا الطبيعه ديالنا، قتل لنا الامور كامله كامله، وهو زيد فيه والسلطات تتعرف هذه الحقائق هي قدامنا بان غول ولاد عياد كوزيمال اصبح خطرا على المنطقه بكاملها. احنا غنحاولوا نشوفوا شي اخ يعبر لنا على هاد محمد ناهي سميتو، غادي نشوفوا غادي نشوفوا. المهم حنا تنبحثوا على السي البرنوصي البرنوصي. المهم ان هاد الوقفه هذه الاخوان هانتوما تتشوفوا بانهم ولاد عياد حاضرين بواحد الشكل قوي رد على فعل لا مسؤول لا انساني لا اخلاقي لا ديني اللي تمارس عليهم على الفلاحين نهار 16/3/2021. المهم هذه صورة من ولاد عياد، صورة من هذا الاحتجاج اللي تنعتبره ناجح. هذا أحد الفلاحة المتضررين من الغول كوزيمال، هو واقف شي كلمة ممكن احنا بغينا نبثوا للناس شنو هو هذا الشكل هذا، وحنا راه تنتضامنوا معاه، وانتم بغيناكم تعبروا كفلاحين يعني شنو هو المشكل. المشكل اخويا سبحان الله، شي فلاح طالبوا بالتعويض ديال الشمندر، كانوا خلاو لهم الشمندر ديالهم كماج عندهم في البلاد، وتيتفاجئوا بكوزيمار تدير لهم واحد التعويض في حدود 1900 درهم. 1900 درهم اش من تعويض هذا ديال هما؟ على الاقل خاص يكون واحد 1.5 مليون، هذه كتعويض على الضرر ديال الشمندر. فاش جاو الناس يطالبوا بحقهم تيسلطوا عليهم واحد الباشا ديال البلاد هنا ديال ولاد عياد، ولا هو السيكيريتي ديال كوزيمار، عاوصل بدا تيفرشخ في الفلاحات تيصفع فيهم، فلاح اللي تيوكلوا ويشربوا ويوفر ليه المؤونه ديالو، فبالتالي ولا هو تيفرشخ فيه، وصل صفع فلاح. هذا من احد الفلاحه المتضررين، حتى هو السي بوعناني
حاضر لهذيك المهزله ديال هذا الباشا فاش بديتي تترشح في عباد الله، وفاش جاوا الناس ديال حقوق الانسان والجمعيه ديال حقوق الانسان والكونفدراليه الديمقراطيه للشغل بيعازرو ولو ام تي بيعازرو الفلاحه، سلطوا عليهم دوك صحاب الزرواطه تاهما بداو تيفرشخوا في عباد الله. وهذا ظلم، هذا الشيء علاش كاين هذه الوقفه هنا تندينوا هذه الاعمال ديال هذا الباشا وهذه الزرواطيه تاهما. شكرا سي تحيه ليك. المهم الاخوان مازالوا، شكرا للسي ابراهيم احد الفلاحه والاخ تاع هو معنا لان بحضور ان الفلاحه راهم موجودين. المهم هذا الشكل لا زال في عرسه النضالي اللي عبر اليوم عن زعما واحد المشهد جميل، ان اولاد الشعب المغربي راهم باقين وراه باقين سميتو. عبر لنا على هذا الشكل، اش اللي ممكن تقول لنا عليه؟ تواجدكم هنا راه عبر المباشره الاخر هذا. هي بالحقيقه جينا في اطار المؤازره والمسانده ديال التنظيمات سواء النقابيه او الحزبيه اللي دعات لهذه الوقفه هذه في اطار التضامن ديالهم ضد واحد الاجتهاد انا كنسميه اجتهاد ديال السلطه المحليه في تفريق واحد الوقفه الاحتجاجيه اللي كانت نهار اليوم الثلاثاء السابق.